ازيكم؟ صباح الفل والاشراق والجمال، ولو اننا الظهر. انا صاحيه من بدري، ظبطت شويه حاجات وقريت وكتبت وشربت القهوه واكلنا اول وجبه في اليوم، وهي كانت مسقعه. امبارح انا عملت مسقعه، فعملت صينيتين، صينيه اكلناها امبارح كوجبتنا التانيه، والنهارده برضو مسقعه. مش فطار، هو فطار متأخر قوي، يعني كان قبل الظهر، كانت الساعة 1، ودلوقتي قلت اجي اشرب معاكم الشاي ونكمل كلام على اسرار السعادة الزوجية والأسرية. ايه الحاجات اللي بتخلي الأسرة سعيدة وافراد الأسرة سعيدة، ولما يبقوا عايشين مع بعض في بيت واحد يبقوا مبسوطين، سواء هما لسه زوج وزوجة بس ومرزقهمش ربنا بأولاد، او بقى عندهم أولاد. امبارح اتكلمت على 5 نقاط. هحط الفيديو في انهي ايكون، يمين ولا شمال؟ هتلاقوها كده دايرة صغيرة مكتوب فيها اي، هحط الفيديو فيه للناس اللي ما شافتش فيديو امبارح. واتكلمت فيه على 5 اسرار او 5 عادات او 5 حاجات. اولها كانت اللي هي تنظيم وادارة المشاعر، تانيها كانت عامل الآخرين كما تحب أن يعاملوك، تالت نقطة إن لازم نشرح أو نقول نتكلم عن مشاعرنا وعن اللي احنا عاوزينه وعن اللي بيضايقنا. مفيش حاجة اسمها هو هيعرف لوحده، هو هيحس لوحده، هي كان مفروض تفهم، هو كان مفروض يعرف، مفيش الكلام ده. النقطة الرابعة كانت no silent treatment، مفيش حاجة اسمها العقاب الصامت، ما نتكلمش مع بعض ونقعد بالشهور والأسابيع والأيام ما بنتعاملش مع بعض. آخر حاجة اتكلمت عنها امبارح كانت الشتائم والسباب والألفاظ والصفات القبيحة اللي بنقولها لبعض، وده شيء مش لطيف خالص. تعالوا النهاردة بقى نتكلم على 5 نقاط اللي بعد كده. النقطة السادسة هي ما أسميه صراع القوة. تلاقوا في أسر كتيرة وفي علاقات كتيرة العلاقة بتنصب على صراع القوة، مين يفرض سيطرته على الآخر، وتلاقي طبعا الدراما العربية مليانة حاجات غريبة قوي. خدوا بالكم ان احنا بنتعلم من الدراما دي، احنا بنتعلم من كل حاجة بنشوفها وبنسمعها وبنقراها. ما تستهونوش لما تيجي مثلا في فيلم ولا في تمثيلية وتشوف واحدة بتحاول ازاي تخلي جوزها زي الخاتم في صباعها. جوزك مش خاتم ومش مفروض يبقى خاتم في صباعك، ولا مثلا ان هو يكسر مراته، مراتك مش مسطرة هتكسرها. الحاجة التانية، هل فعلا البني ادم بيبقى سعيد وهو عايش مع انسان عديم الشخصية او انسان مكسور؟ بتبقى عيشة وحشة. يعني ما تفتكروش ان اللي بيحطم الزوج اللي بيحطم زوجته او الزوجة اللي بتحطم زوجها بتبقى سعيدة او هو بيبقى سعيد، دول بيبقوا مزربل بائسين لانهم عايشين مع بني ادمين مشوهين داخليا. فما نبقاش احنا بقى بصراع القوة ده، كل واحد فينا بيسعى لتشويه الاخر. حتة بقى ان انت تخليها عجينة في ايديك او انت تخليه خاتم في صباعك، انا جوزي لو قال لي على كل حاجة حاضر 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 حاضر، او مراتي قالت لي على كل حاجة حاضر 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 حاضر، ده يساعدني في ايه؟ ده مفيش اي تفاعل، مفيش اي تعامل، مفيش اي فكر ولا تبادل للأفكار. ويمكن هي عندها فكرة أحسن، وما تفترضش إن مراتك عشان أصغر منك في السن أو أقل منك في التعليم أو لمجرد إنها واحدة ست ممكن ما يكونش عندها أفكار كويسة أو أفكار حلوة. وإنتي كمان ما تفتكريش عشان جوزك مثلا قرر قرار معين إن ده أخد من دورك والكلام ده. اللي بيحصل لما نفضل في صراع القوة ده، بنبقى عاملين زي 2 من الوعول. عارفين حيوان الوعل؟ مش عارفة، يمكن احط لكم صورته هنا.
كائن كده جميل وحلو وضخم. الذكور بتوعه بيبقى عندهم قرون كبيرة جدا جدا، وكل ما بينمو القرن بيبقى حاجة كده، وبيبقى تقيل قوي على دماغ الواحد فيهم، ويدخلوا بقى يتقشوا في بعض. ولو ان صراع القوة في الطبيعة بيبقى له فوائد، لكن صراع القوة في المجتمع الانساني ما بيعملش غير خسائر. لما الدول بتدخل في صراع قوة لازم في كسبان وخسران، لما المدير يدخل مع موظفينه في صراع القوة الشغل ما بيبقاش حلو، ما بيوصلش لحاجة. لما الزوج والزوجة بيدخلوا في صراع القوة بتبقى العيشة زي الزفت. لما الابن يدخل مع أبوه أو مع أمه صراع في القوة بتبقى برضو عيشة مش حلوة جدا، ومأساوية للابن ومأساوية للأب أو للأم. فصراع القوة في الطبيعة عشان يكون البقاء للأصلح، لأنها فعلا مسألة حياة أو موت. اللي مش هيسود هيموت. لكن في البشر الوضع مختلف، بس احنا مش فاهمين كده. فاحنا حبينا بعض او اتخطبنا او اتجوزنا، جواز تقليدي مش جواز تقليدي، جواز عبر الانترنت، جواز whatever، المهم ان احنا في النهاية بقينا موجودين مع بعض في نفس الحيز. من اول يوم لو ابتدينا نتعامل ان احنا اتنين من الوعول بنتقش مع بعض، هتبقى العلاقة وحشة جدا جدا. ولكن اذا تعاملنا ان احنا انسان مع انسان متساويين في القدر، مختلفين في الواجبات ومختلفين في الادوار. ربنا سبحانه وتعالى ساوى بين الرجل والست على فكرة. سيبكم من كلام الشيوخ اللي يقولك القوامة القوامة القوامة، في حاجات تانية وآيات تانية وكله بيكمل بعضه. الراجل والست قدام ربنا سبحانه وتعالى، من عمل منكم من عمل من ذكر أو أنثى، يعني شفتوا قدام ربنا سبحانه وتعالى الراجل زي الست، اللي يعمل ده خير هيثاب عليه، واللي تعمل خير هتثاب عليه، واللي يعمل شر هيجازى عليه، واللي تعمل شر هتجازى عليه. احنا بقى خدنا الموضوع بقى انيل، الراجل يطلع يعاكس ومفيش مشكلة، لكن الست لو اتعاكست اتبحوها. خلينا ننقي الثقافة بتاعتنا من الواغش اللي دخلها من ثقافات تانية بعيدة، ومن حاجات وتفسيرات للقرآن الكريم العظيم بتاعنا تفسيرات وحشة جدا جدا. القوامة اللي القرآن بيتكلم عنها القيم على الشيء، أي الحامي، القيم على الشيء أي الداعم. فالقوامة تروحوا تسمعوا الشيخ أبو دقن من منتوشة ومنفوشة وهو بيكلمك ويقولك مش عارف إيه، والست سمعت كلام، يعني كلام محزن ومخزي، وبيتحط في أدمغة الشباب إن لا اكسرها، لا مش عارف إيه، اللي تعارضك وتقولك رأيها والكلام ده ابعد عنها واجري، ماشي روح اتجوز بقى كنبة ولا دكة، بحيث ان انت تحطها من هنا وتجيبها من هنا، مش هيبقى فيه اي نوع من انواع التفاعل. فعلاقة الزواج ليست صراع للقوة، وانما حقوق وواجبات وحب ومودة وسكينة ورحمة، دي كلها اللي بتشكل علاقة الزواج. لا فيها قوة ولا فيها مين صوته اعلى من مين، ولا مين بيفرض رأيه على مين. انا ممكن اقول اقتراح واقتراحي يبقى كويس جدا 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 وجوزي ياخد بيه، هل ده معنى ان هو امعة؟ لا طبعا، لا طبعا، هو لولا ان هو شايف ان هذا الرأي كويس وصواب ومدي نفسه فرصة انه يفكر فيه. انا كنت قاعدة في مجلس وفي زوج وزوجة وكبار في السن ومتجوزين بقالهم 30 سنة، والزوجة بتقول حاجة وراح جوزها اسكتي اسكتي وانتي بتفهمي حاجة، سيبينا بس نتكلم ونناقش. وكان في المناقشة دي بيتكلم معايا وبيتكلم مع الستات التانيين اللي في القعدة، مع ان مراته ست متعلمة، وانا قعدت معاها واتكلمت معاها
وست حكيمة جدا جدا. بقيت اقول يعني على هذا الشخص قد ايه ان هو انسان غبي واعمى البصر والبصيرة، انه مش شايف قيمة لرأي هذه السيدة، مع ان هي رأيها كويس جدا. ولا تقل حكمة وحصافة عن الستات اللي كانوا قاعدين وموجودين. كلامي هنا للراجل وللست، ما تدخلوش في هذه العلاقة على ان انتوا داخلين ماتش ملاكمة، مين اللي هيسدد اقوى اللكمات للاخر. اعرفي حقوقك واعرفي واجباتك، اعملي واجباتك على اكمل وجه واطلبي حقوقك. ولما يبقى في هذا السجال والاخذ والرد في انا مفروض اعمل ايه وانت مفروض تعمل ايه، ما نحولهاش لخناقه، وما نحولش كل مشكله بينا لصراع للقوه. نخش بقى في النقطه رقم 7، نقطه جميله جدا جدا وبحبها جدا جدا، ان يكون للاسره ككل روتين مشترك. طبعا يعني أسرة في بدايتها راجل وست بس، غير أسرة وعندهم أطفال صغيرين، غير أسرة وعندهم شباب، غير بعد كمان لما الأولاد يسيبوا البيت وكل واحد يروح لحال سبيله ويبقى الراجل والست لوحده. لكن لازم يكون أيا كانت المرحلة اللي احنا فيها، لازم يكون في أجزاء من اليوم فيها روتين مشترك بيننا. روتين صباحي، ان الوقت اللي احنا بنغسل سنننا او بنعمل مش عارف ايه، ماما بتحضر الفطار وبابا بيعمل القهوة واخويا بيجهز السفرة، ده روتين الصباحي بتاعنا ان احنا بنجهز للفطار، لان احنا نقعد نفطر سوا ومع بعض. مش مهم كل واحد بياكل ايه وبيحب ايه، ممكن يكون مش كل الناس، يعني مثلا بابا كان لازم ياكل كل يوم فول، انا لو كنت اكل فول الصبح كان يتعب لي معدتي جدا، ما اقدرش، ويعمل لي بقى قولون ومش عارف ايه والكلام ده، فناكل بقى سندوتشات جبنه رومي ولانشون والحاجات دي، بس سفره واحده وقاعدين مع بعض، كل واحد بيعمل العمل بتاعه بس موجودين في حيز واحد، وبنعمل حاجات مرتبطه بالصباح. هنيجي مثلا من المدرسه ومن الشغل والكلام ده، وبيبقى فيه فتره بنعمل فيها حاجه سوا مع بعض. انا قلت لكم من اكتر من مره ان انا كنت حريصه ان يكون في وجبتين يوميا بناكلهم مع بعض على نفس السفره. احيانا بنحب نتفرج على موفي، فخلينا الوجبه الثانيه في اليوم دي بنقعد كلنا مع بعض، لا في سيلفون ولا في تلفزيون ولا في اي حاجه مفتوحه، بس منتبهين لبعض ومشتركين في عملية الأكل، وبنتكلم على الأكل وبنتكلم على يومنا وبنتكلم على أحداث حصلت في حياتنا. والوجبة التانية بقى دي بنبقى كل واحد فينا خلاص بقى بنبقى منهكين في آخر اليوم، ممكن نفتح فيلم كرتون، فيلم أجنبي، فيلم عربي، whatever، ونقعد نتفرج شوية. هل بنكمل الفيلم؟ لا، ما بنزيدش أبدا أبدا عن ساعة إلا ربع ساعة، وبناكل وبنمشي، بس اسمنا ان احنا مع بعض. فشوفوا ازاي تخلقوا هذا الروتين المشترك والحاجات المشتركة اللي بنحب نعملها سوا. في وقت من الاوقات على مدار اليوم بحب انزل انا وجوزي نتمشى، فبنقول للولاد تيجوا معانا، احيانا يقولوا اه واحيانا يقولوا لا. في مثلا حاجة ان احنا كنا كل يوم جمعة لازم نعمل حاجات معينة وطقوس معينة، فاعملوا هذا الروتين المشترك، وما حدش يفرض روتينه على الاخر، لازم يكون حاجه كلنا بنحب نعملها. شوفوا ولادكم بيحبوا ايه، اللحظات القليله اللي بتجمعكم ايه هي اللحظات دي وزودوها، وما تفرضوش عليهم هتيجي تقعد غصب عنك واحنا بنتفرج على التمثيليه العربي. احنا ممكن نغير التمثيلية اصلا لفيلم اجنبي لمجرد ان ولادنا يجوا يقعدوا معنا. فاعملوا هذا الروتين المشترك لانه حلو جدا جدا. النقطة الثامنة،
اللي هي الستاندردز، اللايف ستاندردز، مقاييس الحياة المشتركة. ازاي بنقيس جودة حياتنا؟ برضو في زوجين، الزوج جه من أسرة فقيرة قوي قوي قوي، وكانوا عايشين في بيت وحش قوي قوي قوي، ده على حسب ما هو اللي قال لي، هو نفسه اللي قال لي. لكن هذا الرجل العظيم اللي كان جاي من الفلاحين بيقول لي كان بيتنا من الطين، مليان ناموس، الريحة مختلفة، سافر القاهرة. طبعا الكلام ده وانا بكلمكم ان هو كان زمان قوي قديم. لما جه القاهرة قرر انه يبني حياة تانية لنفسه. لبسه طبعا بقى افندي بعد ما اخد الشهادة بتاعته، واشتغل في بنك ومش عارف ايه وبتاع، وابتدى يتعلم الفرش الحلو شكله ايه، البيت الحلو شكله ايه، المناطق الحلوة ازاي بيقيموها، ويسأل ويتكلم ويعرف. لما تزوج زوجته علمها الستاندرز دي، علمها المقاييس اللي بيقيس بيها جودة الحياة، وابتدوا هما الاتنين مع بعض يعني يستخدموا نفس الحاجة. لو في قطعة قماش انت بتقيسها بالسنتي وغيرك بيقيسها بالمتر، المتر الواحد 100 سنتي، انت ممكن تكون مستكتر المية، ايه ده 100 سنتي، لكن التاني ايه ده متر واحد. كل واحد فينا شايفها من وجهة نظر مختلفة. لكن لو قلنا مثلا ان قطعة القماش دي هنعمل بيها كاشن خددية، احنا الاتنين هنقول اه دي كفاية، مع انها متر يعني 100 سنتي، هي هي، بس كل واحد فينا شافها بشكل مختلف. لما وحدنا المقياس او السؤال هنا بقى الهدف، هل دي تكفي لعمل الخددية دي؟ اه تكفي الاثنين، يعني توصلنا احنا الاثنين لنفس الاجابة. وده يدخلني في النقطة التانية، ان احنا نقيس الحاجة بنفس المقياس، وان يكون لينا common goals، يكون لينا اهداف مشتركة. مش لازم كل اهدافي تبقى نفس كل اهداف جوزي، انا ليا اهداف خاصة بيا بما يخص شكلي، بما يخص صحتي، بما يخص حياتي الروحانية، بما يخص شغلي ككاتبة، عملي على اليوتيوب، عملي كأم وزوجة والكلام ده. فعندي مجموعة كبيرة من الأهداف والطموحات، وهو كمان له مجموعة كبيرة من الأهداف والطموحات، لكن في النص حاجات مشتركة بيننا احنا الاثنين. احنا بنحب السفر، احنا بنحب الحاجات الجميلة، احنا بنحب الحاجات اللي فيها فن وصنعة يدوية ومهارة والكلام ده. فلما بننزل نشتري بنجيب حاجات شبيهة. ولادنا مثلا بيحبوش الستايل بتاعنا، هما بالنسبة لهم بيحبوا الحاجات مودرن، فلما جينا نعمل الأوضة بتاعتهم اختاروا ما يناسبهم. طيب لو حصل بقى ان احنا في كلاش في النقطة دي، ان انا ليا هدف مغاير للهدف بتاعه، مثلا انا عايزة اسافر وهو عايز يحوش الفلوس مثلا اللي هنصرفها على السفر، او هو عايز يشتري حاجة وانا عايز اشتري حاجة تانية، او انا عايز اربي ولادي بطريقة وهو عايز يربيهم بطريقة تانية، ايا كان الخلاف اللي بيننا في النقطة دي، مش عامل هدف مشترك. ازاي نحول ده لهدف مشترك؟ ان احنا نتكلم ونناقش هذا الهدف ونتوصل لكمبرومايز. فاكرين دايما اكررها لكم، حب عليا وحب عليك. زي مثلا ودي يمكن حاجة مثلا قابلتني وجاني رسالة فيها، الاب عايز بنته تتحجب والبنت مش عايزة، والام مع انها محجبة بتساعد البنت ان هي مش محجبة، بغض النظر بقى عن الحجاب حلال وحرام والكلام ده، مش هو ده المهم، ان هو البنت عايزة حاجة الام بتساندها الاب بيعارضها، او الاب عايز حاجة والبنت رفضاها والام بتساند رفض البنت.
فانا توصلت ان هم يتوصلوا لكمبرومايز، حب عليا وحب عليك. هو ايه اصلا درجات الحجاب او ايه الهدف من الحجاب؟ المودستي، الوقار، الحشمة. الحشمة خلاص، اوكي. البنت مثلا خلاص مش هنسمح لها تلبس شابونيس مثلا، او مش هنسمح لها انها تلبس قصير، تبتدي تطول الكم بتاعها شوية، تقفل الديكولتاج شوية، تطول اللي هي لابساه شوية شوية، فضل بس الشعر خلاص مش مشكلة. لما تبقى هي بقى مستعدة ان هي تغطي شعرها، وان هي تاخد الكم بدل نص كم الكم وهكذا، فنتفق على مبادئ للحشمة ترضي الطرفين. هو لا ده راضي 100% ولا دول راضيين في 100%، ولكن في مساحة مشتركة في النص. زي مثلا الاكزامبل اللي انا قلته، ان احنا عايزه اسافر. طيب بدل ما نسافر سفريه تاخد فلوس كتير قوي قوي، هنسافر سفريه اقل. زي مثلا بدل ما هننزل في اوتيلات 5 ستارز، هننزل في اوتيلات اقل شويه، بحيث ان احنا نوفر شويه. يبقى كده عملنا الحاجتين، وفرنا فلوس وبرده سافرنا. فال ال زي ما لازم يبقى في روتين مشترك بين افراد الاسره الواحده، يكون في مقاييس لجوده الحياه مشتركه. لان خلوني يعني تخيلوا مثلا هذا الرجل اللي جاي من الفلاحين للقاهره، وحب يعيش حياه معينه. لو مراته مش عايزه تعيش نفس الحياه، وعايزه البيت يكون مبهدل، وعايزه كذا وعايزه كذا، هيبقى فيه دايما الطقش الكبير قوي بينهم. انت شايف ان ده عادي بس انا شايفاه وحش، او انت شايف ان ده وحش بس انا شايفاه عادي. فلازم يكون في مزوره واحده بنقيس بيها جوده حياتنا، ولازم يكون لينا اهداف مشتركه. والاهداف لو نقدر كمان ندخل فيها اولادنا، دي جميلة جدا جدا. ان احنا ومن زمان قوي قوي، يعني مثلا قبل ما نسافر لدول اجنبية وكانوا ولادنا صغيرين، يعني احنا خدناهم للسفر من وهم صغيرين قوي، لكن لما ابتدوا يستوعبوا كان عندهم 4 سنين و6 سنين، وكان حماية الله يرحمه موجود. فكنا بنكلمهم خدوا بالكم لما نروح المكان ده مفيش ماكدونالدز، مفيش برجر كينج، مفيش كذا مفيش كذا. فحماية بيسألنا، بيقول لنا ليه بتقولوا للولد كده؟ فبقول له انا بجهزهم، لان احنا مسافرين خلاص في خلال اسبوعين، مش عايزه ابقى ماشيه في الشارع يشوفوا ماكدونالدز وهو مش حلال، واقول لهم لا مش هينفع ويبقوا مش فاهمين. فابتدينا نشركهم بقى معانا في بعض التفاصيل في حياتنا. لما ابنك يجي يقول لك لا اصل انا عايز موبايل جديد، لا مش هقدر اجيب لك موبايل جديد. ليه؟ هو احنا فقراء؟ هو احنا مش عارف ايه؟ ازاي مش عايزه تجيبي لي موبايل؟ ما فلان الفلاني معاه موبايل والكلام ده. عشان احنا محتاجين الفلوس دي عشان الاكل والشرب. لو انا جبت لك الموبايل ده هيأثر على أكلنا وشربنا وعلى كذا وعلى كذا وعلى كذا. يبقى كده أشركناه في المقاييس اللي بنقيس بيها جودة حياتنا، وأشركناه في الأهداف اللي احنا حاطينها لحياتنا. نيجي بقى لآخر نقطة هتكلم فيها النهاردة، وهي دماثة الأخلاق. أنا اتكلمت امبارح على إن ممنوع الشتايم، ممنوع الألفاظ الوحشة، ممنوع السباب، ممنوع الحاجات دي، لكن في بقى دماثة الأخلاق، ودي يمكن حاجة إلى حد ما مفتقدينها في مجتمعات كتير قوي، وفي الأسرة وبرة الأسرة. دماثة الأخلاق يعني عارفين اللي هو الجنتلمان والجنتلوومن، الكونسبت بتاع يقولك ده جنتلمان، يعني مؤدب، يعني بيقول من فضلك، بيقول من فضلك، يقول شكرا، دايما شكله بيسر الاخرين. ده للراجل وللست، انا يعني لما بتكلم على ده للكل. لما نقول لاولادنا تعالى يا زفت انت، تعالى اعمل مش عارف ايه، ده هل ده من دماسة الاخلاق؟ يعني
يعني كان في إنسانة لما كانت تولد تنادي على أولادها كانت تدلهم بألفاظ غريبة جدا جدا، فكنا نسمع، وماما كانت لما تسمع الألفاظ دي ماما ليها حركة تبقى مش قادرة. ففي مرة بتقولي أنا مش متصورة إزاي أم تنده على أولادها بالألفاظ الوحشة دي، وده مش من دباسة الأخلاق، ده مش من الأدب. الأب يقول لأولاده ألفاظ مش حلو، مش من الأدب، مش من دباسة الأخلاق، حتى لو مفيش أولاد، الزوج والزوجة. مش عشان إن احنا عايشين في حيز واحد الزوج بقى يقعد يعمل حركات الفظيعة دي يتكرر مثلا، حتى لو حصلت يعني أنا آسف معلش المرة الجاية يحاول ياخدها أقل. يقولك ايه انا هتكسف من مراتي، لا انت مش هتتكسف من مراتك، انت هتتكسف من اي بني ادم يشوفك مش على احسن صورة. يقولك انا قاعد في بيتي، انا قاعد براحتي. على فكرة انت ممكن تقعد براحتك، بدل ما تلبس الفانيلا الداخلية تلبس تي شيرت، البس طبقة واحدة، البس تي شيرت، بدل ما تلبس سوري الاندروير بتاعك في البيت. وفي اسمع ناس بتعمل الكلام ده وعندهم بنات وحتى اولاد، يعني منظرك اساسا قميء، منظرك مقرف. هات لك شورتات، في شورتات اللي هي عارفين عامله زي التريننج سوت بس مقصوص شورت، اقعد بالشورت، اقعد براحتك ومرحرح وكل حاجه، بس بديسنسي شويه، بإليجنس شويه، بادب، باخلاق، بدماثه اخلاق. دماسة الأخلاق كمان إن الواحد يتفقد للي حواليه قاعدين إزاي، مرتاحين مش مرتاحين. التاتشات دي هي اللي بتعمل الراجل الحقيقي، وهي اللي بتعمل الست الحقيقية. ما ينفعش الهدوم اللي احنا قاعدين بيها في البيت تبقى مقطعة ومتوسخة ومش عارف ايه، ده مش من دماسة الأخلاق. النبي عليه الصلاة والسلام عدى على رجل وبيقول له ألك مال، يعني عندك مال؟ عند قال له أنا عندي إبل. فقال له إن ربنا سبحانه وتعالى يحب أن تظهر نعمته على الرجل، على المرء، فيبقى نظيف ويبقى حلو ويبقى ريحته حلوة ويبقى مهذب نفسه، ومش هنبقى مانيكانات، لا احنا هنبقى ملكات جمال، ولا جوازاتنا هيبقوا رشدي أباظة وعمر الشريف، معرفش دلوقتي بقى مين، بقى صابر عابدين، صابر عابدين اسمه باين كده. فالمفروض ان احنا نظهر نفسنا على احسن صورة ونبقى مبسوطين. لو الواحد كده عدى كده وشاف خياله في البلكونة، يعني في الازاز بتاع البلكونه، ما يبقاش قرفان يقول ايه ده، ايه المنظر ده، وما تاخدوش اللي بيتعمل في الافلام يقول لك اصل ده ماسكولين، ده راجل بقى يعني بيتكلم وبيشتم وبيقول الفاظ ومش عارف ايه، ده مش دليل على الرجوله، ده دليل على قله الربايه سوري معلش، او دليل على نقص في شخصيته، فبيحاول يعوضه بصوت عالي وبشتايم وبقله ادب. نفس الحكايه للمنظر. فدول الخمس نقاط اللي قلناهم النهاردة. تكلمنا على صراع القوة، تكلمنا على الروتين المشترك، تكلمنا على مقاييس جودة الحياة المشتركة، تكلمنا على الأهداف المشتركة، وآخر حاجة تكلمنا على دماثة الأخلاق. أعتقد أن في كمان يبقى يومين تانيين هنتكلم فيهم، لأن أنا شايفة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، هعملها لكم بقى 6 6 بكرة وبعده إن شاء الله. اكتبوا لي تحت في التعليقات ايه تاني في النقاط اللي أنا كتبتها اللي ممكن نعلمها لنفسنا ونعلمها لأزواجنا ونعلمها لزوجاتنا ونعلمها لأولادنا، بحيث إن تبقى حياتنا الأسرية والزوجية حياة جميلة وحلوة، وإن احنا نبقى كلنا سعادة. أشوفكم بكرة إن شاء الله.